السلام عليكم أعزائي الطلبة، درسنا اليوم سوف نتحدث عن موضوع التحضير، وهو موضوع مهم جدا في الكيمياء الأرضية. سيتم تقسيم الموضوع إلى جزئين أساسية. الجزء الأول تحضير المركبات المتساوية في عدد ذرات الكربون. في سؤال التحضير سوف يبدأ السؤال مبتدئا من المادة كذا، حضر المادة كذا. في البداية يتم حساب عدد ذرات الكربون، هل هي متساوية أو مختلفة؟ إذا كانت متساوية فهناك طريقة للحل، وإذا كانت مختلفة هناك طريقة للحل. فمثلا CH3CH2OH، مبتدئا من CH3CH2OH قم بتحضير CH3C double bond O CH2CH3. نلاحظ هنا أعزائي الطلبة في المركب الذي سوف نبدأ منه يوجد ذرة كربون ذرتين، بينما في المركب الناتج يوجد ذرة ذرتين ثلاث أربعة. في هذه الحالة نعتبر أن هذا سؤال التحضير ليس من المركبات المتساوية، فيوجد له طريقة حل خاصة. لكن لو كان متساوي في عدد ذرات الكربون من نقطة البداية ونقطة النهاية، إذا كان متساوي عدد ذرات الكربون كانت متساوية في نقطة البداية ونقطة النهاية، فهناك أسلوب خاص للحل. أما إذا كان غير متساوية فيوجد طريقة حل أخرى. لذلك سوف نقوم بتقسيم الموضوع إلى متساوي في عدد ذرات الكربون، غير متساوي في عدد ذرات الكربون. في حالة أنه غير متساوي في عدد ذرات الكربون يوجد ثلاث طرق. الطريقة الأولى إيثر، الطريقة الثانية إيستر، الطريقة الثالثة جرينيوم. أما في حالة أن عدد ذرات الكربون متساوية، فإن فقط نقوم بتحويل المركب من إلى باستخدام الاستبدال، حذف، إضافة، تأكسد، اختزال، بحيث أنه لا يحدث إضافة على عدد ذرات الكربون، فقط تفاعل مباشر. ومن أشهر الأمثلة على أن عدد ذرات الكربون متساوية هي انتقال المجموعة الوظيفية، انتقال المجموعة الوظيفية من إلى كما سوف نرى. مبتدئا من CH3CH2CH2Cl، حضر CH3CH2Cl. كما نلاحظ أعزائي الطلبة في هذا المثال، مبتدئا من CH3CH2CH2Cl قم بتحضير CH3CH3Cl. ما الفرق بين المركب الذي سوف نبدأ منه والمركب الذي سوف يتم تحضيره؟ هي اختلاف المجموعة الوظيفية. CL في هذه الحالة كانت على ذرة الكربون الأولى، بينما هنا كانت على ذرة الكربون الثانية. لذلك عملية نقل المجموعة الوظيفية من ذرة كربون إلى أخرى تمر بمرحلتين ثابتتين. المرحلة الأولى حذف، سوف نستخدم الـ TOH مع التسخين، بينما الماء سوف يكون CH3CH2. ثم عملية إضافة بواسطة الـ HCl، سوف يتم إضافة الـ H على الكربون التي تملك عدد الهيدروجين أكبر فتصبح CH3، بينما CL سوف ترتبط مع CH التي تملك عدد ذرات هيدروجين أقل، لذلك سوف ينتج المركب الآتي. نرى مثال آخر OH،
مركب كحول. سوف نبتدئ من CH3CH2CH2OH كحول إلى كحول أولي إلى كحول ثانوي، حيث صيغة CH3CHOH CH3 كحول ثانوي. بعملية نقل المجموع الوظيفي من ذرة كربون إلى أخرى تمر بمرحلتين حذف، لكن في حالة الكحول سوف نستخدم H2SO4، وفي حالة الإضافة سوف نستخدم H2O H+. من أشهر الأمثلة على أن تكون على ذرات الكربون في عملية التحضير المتساوية ما قبل السهم وما بعد السهم. لنرى مثال على عدد تحضير مركبات متساوي في عدد ذرات الكربون لكن بدون تغيير في عدد ذرات الكربون. الآن لنرى أعزائي الطلاب مثال على تغيير مركب أو تحضير مركب متساوي في عدد ذرات الكربون. فمثلا CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH1 CH2 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 CH2
تدري CH2C double bond H وهي الدهال. الدهال في البداية نقوم نتأكد من عدد ذرات الكربون. 1 2 3 1 2 3 إذا متساوي في عدد ذرات الكربون. لذلك لن نستخدم طرق الغير متساوي وهي إيستر وإيثر وغرينيوم. أعزائي الطلبة، في حالة أن عدد ذرات الكربون متساوية نقوم بتحويل مادة البداية التي سوف نبدأ فيها للتحضير إلى كحول. نقوم بتحويلها إلى كحول لأن عملية تحويل أي مركب سوف نبتدئ منه إلى كحول بسهولة، وسوف نحصل على الناتج مهما كان إذا كان عدد ذرات الكربون متساوي. مادة التحضير البدائية نقوم بتحويلها إلى كحول، ثم بسهولة يتم تحويلها إلى أي مركب أو ناتج. كيف سيتم تحضير؟ في البداية عمليات التحويل المستخدمة في تحويل المركبات إلى كحول هي الآتي: CH2 إلى كحول بواسطة إضافة H2O H+. في حال أن المركب الذي سوف نبدأ منه هو رابطة ثنائية أو ثلاثي سيتم إضافة جزيء الماء. لو كان CH3 مشبع سوف نقوم بتحويله إلى كحول. باستخدام تفاعلين: في البداية Cl2 معذور، ثم استخدام OH أو KOH بدون تسخين ستقوم بتحويل. إذا كان الدهان هاليد الألكي سيتم تحويله إلى كحول بواسطة الاستبدال فقط OH سالب أو KOH. في حال أنه كان كحول أو في حال أنه كان الدهال أو حمض كربوكسيلي أو كيتون سيتم تحويله إلى كحول من خلال عملية الاختزال. فمثلا CH3 OH أو CH3 C double bond O H هي الألدهال، سيتم تحويله من خلال عملية الاختزال باستخدام H2NR أو باستخدام LIALH4. مهما كان نقطة البداية، رابطة ثنائية، رابطة ثلاثية، مركبات غير مشبعة يتم بواسطة الإضافة، مركب مشبع CH3 عن طريق الاستبدال Cl2 مضوء ليتم استبدال Cl مع أهل الأتش يتحول إلى هاليد الألكين، ثم من خلال الاستبدال OH سالب أو
إذا كان هاليد الألكل فقط استبدال OH سالب يتحول إلى كحول. إذا كان كيتون حمض كربوكسيلي ألدهاي من خلال عملية الاختزال سيتحول إلى كحول. ثم من الكحول يمكن إنتاج جميع المركبات العضوية مهما كان. إذا كان CH3 C-double bond O OH أو CH3 C-double bond OH الدهايد أو حمض كربوكسيلي من خلال التأكسد باستخدام أما BCC أو K2CR2O7. إذا كان هاليد الألكل من خلال الاستبدال بواسطة HCl، إذا كان رابطة ثنائية من خلال الحذف بواسطة H2SO4 مع تسخين استبدال، لذلك أعزائي الطلاب في حالة أن عدد ذرات الكربون متساوي سوف نستخدم هذا الأسلوب. مهما كانت المادة الناتجة سنقوم بتحويلها إلى مادة في البداية كحول ثم إلى المادة الناتجة النهائية التي سوف يتم تحضيرها. لنرى مركب مشبع. المركب المشبع يتم تحويله إلى كحول من خلال استخدام Cl2 ضوء ثم OH سالب. إذا خطوات التحضير: Cl2 ضوء سيتحول إلى CH3 CH2 CH2 Cl، ثم الاستبدال OH سالب. الـ OH سوف تأتي بدل بدل Cl CH3 CH2 CH2 OH. كحول، عملية الكحول تحويلها إلى ألدهايد بواسطة التأكسد BCC. إذا تم تحويل المركب وتحضير المركب الناتج CH3CH2Cl C-double bond OH وهو ألدهايد من خلال تحويل المركب نقطة البداية إلى كحول ثم إلى المركب الناتج من خلال هذه السلسلة العامة. إذا كان رابطة ثنائية إضافة مشبع Cl2 مضوء ثم OH سالب، إذا كان هاليد الألكل OH استبدال، إذا كان كيتون حمض كربوكسيلي ألدهايد من خلال الاختزال، إذا كان المركب الناتج كحول، يمكن تحضير جميع المركبات من الكحول من خلال عملية تأكسد. إذا كان المركب حمض كربوكسيلي ألدهايد كيتون أو إيستر استبدال، إذا كان الناتج هاليد الألكل رابط ثنائي من خلال الحذف. فهذه الطريقة سوف تساعدنا في شكل هائل في عمليات التحضير. لنرى مثال آخر على موضوع التحضير. في هذا المثال أعزائي الطلاب سوف نقوم بتحضير الكيتون من الكحول CH3CH2CH2OH، لكن نلاحظ هنا أن الرابطة الثنائية أو الناتج كيتون وهو لا يتكون من الكحول الأولي إنما يتكون من الكحول الثانوي. فسوف نقوم بتحويل الكحول الأول لكحول ثانوي من خلال استخدام مجموعة الحذف والإضافة لنقل المجموعة المضيفية. الخطوة الأولى حذف بواسطة H2SO4 مع تسخين CH3CH رابط ثنائي CH2، سوف يتم عملية الإضافة استخدام H2O مع H+ CH3CH OH CH3، عملية التأكسد بواسطة K2CR2 أو 7 سوف ينتج المركب النهائي.